يسأل أسئلة ما أدري وش هل يجوز الاقتصار على صلاة التهجد؟ إذا اقتصرت على صلاة التهجد لك من الأجر قدر ما صليت، ولكن لو أنك صليت التراويح والتهجد يكون الأجر أكمل وأحسن. وأنت لماذا جئت هنا إلا تبحث عن الأجر والثواب؟ لماذا تتكاسل يا أخي عن قيام الليل في هذه الليالي؟ المفروض أنك تجتهد في قيام الليل وتشارك المسلمين في الصلاة والدعاء، ولا تحرم نفسك علشان الكسل.